كذلك الحلف بغير الله، قال الرسول قال إنه كفر، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن ليس معناه الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر أصغر وشرك أصغر لا يخرج من الملة. فاللي يقول إنه كفر أو شرك إن كان يقصد إنه شرك أصغر وكفر أصغر فهذا صحيح، الرسول سماه كفراً وسماه شركاً، أما إن كان يقصد إنه الكفر المخرج من الملة فهذا باطل، لأنه الرسول لم يقصد إنه يخرج من الدين. نعم.